حياكم الله في بي سي دي، ونستمر معكم بسلسلة شاشات الإيجون من اي او سي. الآن معنا الإيجون 27 انش اي بي اس كواد اتش دي، وديسبلاي اتش دي ار فيها ب 400، وجسم كومباتيبل 170 هرتز 1 ملي سكند للريسبونس تايم. برضو ايضا الشاشة هذه فيها جيمينيو بالاضافة الى اللايت اف اكس اللي هي الانارة والجيم مود، بالاضافة للمنافذ الخاصة بالعرض اللي هي منافذ ال HDMI و Display Port، ايضا تستطيع توصلها على اجهزة خارجية زي الجوال تايب سي والامور زي كذا. والملفت في هذه الشاشة انها مخصصة للبنات للاناث، اللون ابيض وزهري، شيء جميل جدا وشيء حصري برضو قليل نشوفه. هذه الكرتون وهذه الشاشة زي ما احنا شايفين، شاشة ممتازة جدا، سعرها ايضا مميز جدا، متوفرة في بي سي دي في المعرض وفي الموقع. شاشة فيها خاصية الدوران مثل قرينتها السابقة، ترتفع للأعلى وتنزل للأسفل، بإمكاننا نغير وجهة الشاشة. خاصية الدوران زي ما تكلمنا قبل، اوكي، بالإضافة للتوصيل انا موصلها هنا برضو عن طريق الجوال. ونشوف ايضا الإنارة في الشاشة من الخلف، نعم الار جي بي إضاءة خلفية، يعني ليش الشاشة هذه ما يحتاج إنه يحط ستريب لايت خلف الشاشة عشان الإنارة، الشاشة نورها يكفي ويوفي. متوفرة في pcd.com.sa في الموقع وفي المعرض، تقدر تطلبها مباشرة أو تطلبها مع التجميع بشكل مخصص. حياكم الله وأهلا وسهلا.